عزلني عزلني. لنهرب يا بال، أسرع، ما الأمر يا بال؟ أهرب، إنه الرجل الشرير الخاطف. سباستيان، إنه كلب ذكي. هل أبدو كرجل شرير؟ يقولون إنك تخطف الأولاد وتأخذهم بعيدا. إنهم كاذبون. كلا، لا أصدق ذلك. يبدو أن كلبك بيل يصدقني ويثق بي. خدعته بواسطة عينيك. كلا أبدا، لم أخدعه. نفهم بعضنا عن طريق القلوب كما أنت وبيل. ما رأيك يا بيل؟ إنه خاطف الأولاد؟ اشرب قليلا، يجب أن نصل إلى الجبل دون أن نستريح. الحقائب بسرعة وإلا سيختفي. لا تقلق يا كلبو ألب، سيجد أثر الأقدام بالتأكيد. كن حذرا، فالرجل سرق الجواب مع بندقيتي. أتغلب على عشرة مسلحين. هل تسلقت جبلا من قبل يا سيباستيان؟ لقد نشأت في البيرينيه. اذا لا بأس باستطاعتك التسلق. هل سنجتاز الجبل؟ نعم، الى مدينة التاهو. مدينة؟ لا، لا اريد الذهاب الى المدينة. يجب ان تبقى معي لفترة ما، بل لن يعارضني، والأفضل ألا تعارضني أنت أيضا. حسنا، سأفعل كما تقول. مهلا، انزل إلى هذه الصخرة حتى لا نترك أثر أقدام. اركض بقدر استطاعتك، هيا. سيلحقون أثار أقدام الجواد، هيا بنا. نعم، انتظر قليلا. لماذا أنت ملاحق؟ هل كنت بعمل سيء؟ أحيانا تطارد رغم كونك إنسانا طيبا، هل فهمتني؟ طبعا، أنا أيضا. أنت أيضا؟ ماذا يا سيباستيان؟ لا، لا شيء. بدأ الظلام يهبط. فهمت، بل يعتقد أنه يمكننا الهرب عندما يحل الظلام. هل أنا محق يا بوتشي؟ ستعمل حسب رغبة بال. تعال. هل تستطيع أن تراه؟ تقريبا، أسرع. ماذا تفعل هنا؟ هذا غريب. ما الغريب؟ انتظرا هنا.
ماذا يفعل هناك؟ لست أدري. نزلوا على الجواد هنا. غير منطقي، أثار الأقدام ما زالت متجهة للأمام. الجواد فقط ظل متقدما. قل لي كيف عرف؟ أثار الأقدام سطحية، أصبح الحمل خفيفا. فعلا ممتاز يا آل. ليس لدينا الوقت لنبدي إعجابنا، طاردوا بسرعة. الأمر صعب على الجياد والشمس ستغيب قريبا. طبعا لا داعي للعجلة، حتى يصلوا إلى مدينة التاهو يجب أن يمروا في نقطة التفتيش، ومن المستحيل أيضا عبور الجبل مع الصبي. سوف نصل إليهم قريبا ونقوم باعتقال الرجل الشرير هذا. يجب أن لا تطفئ النار عندما تنام في الجبل، ابقى هنا سأحضر المزيد من الأخشاب. نعم. فنهرب الآن يا بال. هيا بنا يا بوتي، هيا. سنتمكن من النجاة الآن يا بوتي. ملعونة يا بنا. سيباستيان ابتعد يا سيباستيان. حسنا انت اركض نحو النار يا سيباستيان. هل أنت بخير؟ لا داعي للقلق الآن سيدي. لقد جرحت، ماذا يجب أن أفعل؟ يجب أن لا تستخف بالجبل رغم معرفتك الجيدة به، هناك الذئاب والدببة أيضا.
أنا متأكد بأنهم خيموا هنا. كان يجب أن نصل إليهم وهم هنا. كنا متفائلين جدا لأن الولد معه. يبدو أن هذا الولد معتاد على تسلق الجبال. تعني ربما قطعوا نقطة التفتيش في كاستيل. لنسرع قبل أن يفعلوا. انتظروني، تعبت نفسي. هذه نقطة التفتيش في لوس كاستيليا. أليس من طريق آخر إلى المدينة؟ لا يا سيباستيان، لنتظاهر بأننا مهرجان متنقلان، والد وابنه. موافق. هؤلاء الجنود مرشوون من قبل المهربين. مهربون؟ نعم، الرجال الثلاثة الذين يطاردوننا يعملون قتلة لعصابة تهريب. يجب أن أصل إلى مدينة إلتاهو غدا حتى نستطيع تدبر أمرهم لدى الشرطة. أما زلت لا تستطيع تصديقي يا سيباستيان؟ هؤلاء الأشخاص. سيباستيان، حاول على أي حال يا سيباستيان، لست مجبرا على تصديقي. حسناً، باستطاعتك المرور. الثاني. من أنتما؟ سيدي، نحن مهرجان غجريان متنقلان. هذا ولدي والكلاب تخصني. تعال. مهرجان متنقلان، فهم؟ أي لعبة هذه؟ سيباستيان، أسكت. بوتي، أسكت. أي أسكت. توقف يا بوتي. أبنهم. بوتي، ما الأمر أيها الرجال؟ أنا آسف، هذا الكلب محتاج قليلا لأنه جائع ولم يأكل منذ زمن بعيد. أرني وجهك. حاضر يا سيدي. ما اسمك؟ أنا خوسي، خوسي بيبل. خوسي بيبل، هل هذا ابنك؟ نعم. إنه لا يشبهك. نعم، إنه أجمل مني. أنت لست بخاطفه، أليس كذلك؟ كلا، أبدا أبدا، إنه فعلا ولدي. هل هذا صحيح أيها الصبي؟ ما الأمر؟ الخاطفون كثر هذه الأيام. لماذا أنت صامت؟ هيا تكلم. هذا إنه ماذا؟ إنه جاء. هيا تكلم. إنه والدي، صدقني أرجوك. لماذا تحمل هذا السلاح؟ للحالات الطارئة أثناء عبور الجبل. عبور الجبل؟ أحيانا نضطر لسلوك دروب مختصرة لتوفير أجور الفنادق. دعني أرى هذا الكيس. أرجوك لا تفعل. لا. لما لا؟ لأنه يحتوي على سر ألعابنا، إذا أليتك إياه فهذا يعارض عملي. أرني إياه بسرعة. أرجوك يا سيدي لا تفعل. يجب أن تريني إياه وإلا سأعتقلك. اركض وانضح يا بال. هيا ابعد، ابعد عني. انا
بالكرة. هيا وانا سوف اقتله. حاضر يا سيد سباستيان. بل انا اسف يا سيدي. ساقتله اذا عاد مرة ثانية. حاضر يا سيدي. كم هو مزعج ان ينبح عليك كلب في يوم حار كهذا. انتبه، نقطة المراقبة أصبحت قريبة. ماذا قلت؟ تبحث عن لاموس فاردي؟ لا بد أنه مر من هنا. شعره كثيف وعيناه قاسيتان. عيناه قاسيتان أيضا، لا بد أنه رجل غير عادي. أجبني بصراحة. من أنت لتفعل هكذا؟ نحن أفراد عائلة باتيريا. ماذا؟ سيد باتيريا؟ لا بد أن لاموسي فاردي مر من هنا بصحبة ولد وكلبين. رجل مع صبي وكلبين، إنهما المهرجان. إنهم هم، لماذا تركتهم يمرون؟ لا أعرف وجه سفاردي، ولم يخبرني أحد أنه كان بصحبة ولد وكلبين. أهكذا تقوم بواجباتك كقائد للموقع؟ ماذا قلت؟ ليس هذا وقتا للعراق، لنطاردهم حالا. تمس سيدك. سيدي تمسك جيدا. شكرا لك يا بيل. شكرا يا بيل، وأشكرك أنت أيضا. لم أقصد مساعدتك. ماذا؟ أنا لا أحب الجنود أبدا. ولما لا؟ لأن سأخبرك لاحقا. على كل حال يجب أن نعبر الجبل فورا، سوف يلحقون بنا قريبا والطعام بدأ ينفذ منا. ماذا ستفعل إذن؟ في هذه الحالة سنأكل الضفادع والأفاعي، أي شيء حي. هل تستطيع ذلك؟ لا. هيا بنا. بل يبدو أن هذه الطريق صعبة جدا. انتظر هنا، سأجد مكانا نستطيع التسلق عليه. بل الآن لنهرب. بل أسرع وإلا سيأكلنا. إنه إنسان رهيب يأكل الأفاعي والضفادع. هيا بنا بل. بل أنا دفن، لقد انتهيت. أنا ذاهب، أنا حقا ذاهب، سأذهب فعلا، سأذهب. أنظر، سأذهب. بأس، بل سيشعر بالوحدة ويلحقنا قريبا. حاسة الشم عنده قوية. بل لا يمكنك الاختباء هناك، أعرف أنك مختبئ وراء الأشجار. بل أخرج. بل Bell! 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 Bell!
أنا متأكد أنهم هم. الصوت ليس بعيدا. انتظراني، لا تتركاني، لا أستطيع. أنجداني. انزل، انتهى الأمر الآن. انزل يا سيباستيان. ما الأمر؟ هيا انزل. أسرع، لابد وأنهم سمعوا صوت إطلاق النار. لامو، لامو. يسعدني أنك بخير يا سيباستيان. كان سيباستيان متأثرا جدا عندما نظر إلى عيني لامون. لقد كان دائما يظن أن لامون هو رجل شرير يخطف الأولاد. كان يشعر بالخجل لأنه أخطأ باعتقاده. بل والرجل الشرير أنقذ سيباستيان الذي هاجمه الدب. وكان سيباستيان يعتقد أن الرجل هو بالفعل شرير ويخطف الأولاد، لكن هذا الأخير ساعده رغم إصابته، فشعر سيباستيان بالخجل من نفسه.